مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الخاصة للأوضاع في السودان. سنكون معكم على مدار هذه الساعة بآخر الأحداث. والبداية مع أهم الأخبار، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل في السودان وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية. كما قال الرئيس السيسي إن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفيع المستوى المرافق له بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي استمع خلال اللقاء إلى عرض تطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، وأوضح أن مالك عقار أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به. وفي السودان ساد الهدوء الحذر العاصمة الخرطوم مع دخول هدنة جديدة بين الجيش والدعم السريع حيز التنفيذ لتيسير النواحي الإنسانية. كان الجيش السوداني أكد أن التزامه بالهدنة لن يمنعه الرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها الدعم السريع خلال مدة سريانها. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا محمد، وهل لك أن تصف لنا الأوضاع في العاصمة السودانية في ظل الهدنة الأخيرة بين الجيش السوداني والدعم السريع؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد إبراهيم مراسلنا في الخرطوم، سنحاول معاودة الاتصال به. لكن في هذه الأثناء طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتوفير 100 مليون دولار أمريكي وبشكل فوري لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية في السودان خلال الشهر المقبل. من جانبها أكدت الممثلة الإقليمية لليونيسف في السودان أن أكثر من 13 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية. لمدة 72 ساعة بدأت هدنة جديدة بين الجيش السوداني والدعم السريع في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية ومنح السكان في مناطق الاشتباكات فرصة لالتقاط الأنفاس. الاشتباكات الممتدة منذ أكثر من شهرين في السودان حولت العاصمة ومناطق حضارية أخرى إلى ساحات قتال خاوية ومدمرة. وأفاد وزير الصحة في العاصمة السودانية بأن أكثر من 3000 شخص سقطوا ضحايا للاشتباكات، فيما أجبر أكثر من 2,200,000 شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان وإلى الدول المجاورة. الهدنة الجديدة في السودان
جاءت قبل ساعات من مؤتمر تعهدات تنظمه الأمم المتحدة ودول أخرى لجمع أموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية للسودان، إذ تقول الأمم المتحدة إنها تلقت أقل من 16% فقط من 2,570,000,000 دولار مطلوبة لمساعدة المحتاجين في السودان في عام 2023. منظمة الصحة العالمية أعلنت أيضاً أنها بحاجة إلى 145,000,000 دولار لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمتضررين من الاشتباكات داخل السودان ومساعدة أولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة للأموال لتجنب انهيار وشيك في نظام الرعاية الصحية في البلاد. الاشتباكات المتواصلة على مدار أكثر من 60 يوما كان لها تأثير كبير أيضا على البنية التحتية في السودان، كما تركت نحو 60% من المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد معطلة وسط انخفاض حاد في الإمدادات الطبية. ومعنا الآن من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. محمد مساء الخير، ونريد أن نتعرف منك على طبيعة الأحوال في العاصمة السودانية خاصة بعد الهدنة الأخيرة بين الجيش والدعم السريع. أنا عندي رقم ثاني في واتساب، سنحاول إذن التواصل معك على رقمك الآخر محمد، ونحن ما زلنا معكم مشاهدين الكرام في القاهرة الإخبارية نتابع الأحوال في السودان. ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان أهلا بك، وفي الساعات القليلة التي سبقت بدء سريان الهدنة كان هناك قصف مدفعي من قاعدة وادي سدنة، كيف يبدو الوضع الأمني؟ هل رصدتم أي خروقات أخرى في السودان؟ مساء الخير دينا، حتى هذه اللحظة مرت 12 ساعة ويزيد الهدنة التي أعلنت بالأمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الهدنة لمدة 72 ساعة بدأت اليوم وتنتهي الأربعاء القادم الساعة 6 صباحا. حتى الآن هناك التزام تام في كل العاصمة الخرطوم خصوصا مدينة أم درمان، ليس هناك أي عمليات عسكرية. قبل غير حلق الطائرة استطلاع، ولكن ليست طائرة مغاتلة، حلقت تحليق في سماء أم درمان، وكان هذا التحليق لطائرة استطلاع وليس طائرة غطائية، ولكن توقف تماما من قاعدة سيدنا عسكرية، توقف القصف المدفعي وتوقف تحليق الطيران المغاتل، وكذلك توقفت الاشتباكات التي كانت معتادة في مدينة أم درمان، وكذلك أيضا في مدينة الخرطوم بحر أيضا توقفت الاشتباكات وتوقف القصف المدفعي، وكذلك في الخرطوم وخصوصا جنوب الخرطوم أيضا توقفت العمليات العسكرية تماما. هناك الآن هدوء نسبي تام، حتى لقد لاحظت من خلال تجوالي في الشوارع هناك هدوء كامل في حركة المواطنين، ولكن لاحظت بعض العربات النقل تنقل المواطنين ربما هم خارجون من العاصمة إلى ولاية نهر النيل على حسب الوجهة الذي رأيت بها العربات تسير فيه لاتجاه الشمال الجغرافي، لكن 12 ساعة ويزيد ليس هناك أي عمليات عسكرية على الصعيد الميداني في مدينة أم درمان وفي كل العاصمة الخرطوم، ولكن لم أتمكن من معرفة ماذا يدور في مدينة الجنينة حاضرة ولاية قرد دارفور، ولكن لقد شاهدت فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو عدد كبير من النازحين ذهبوا إلى مدينة أدري التشارية 35 كيلو من الجنينة، لقد قدموا لهم جنود الجيش التشادي الماء والغذاء، ولقد شاهدت عددهم كبير جدا وصلوا إلى مدينة أدري التشادية. هذا الذي أستطيع أن أتحدث عنه في ولاية غرب دارفور، لأنه خدمات الاتصالات مقطوعة في هذه المدينة منذ 19 من مايو الماضي. الوضع الآن هدوء تام في العاصمة الخرطوم.
طيب عموما نحن سنبقى على تواصل معك عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية في أم درمان، وطبعا سنبقى معكم في هذه التغطية المستمرة. لكن الآن نتابع معكم مشاهدينا الكرام لقاء خاصا مع السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، تجريه الزميلة آية لطفي. نتابع معكم هذا اللقاء مباشرة. أهلا بكم. السودان يواجه المصير، كان هذا عنوان تغطية القاهرة الإخبارية منذ بداية الأحداث في السودان الشقيق. نتابع ونرصد معكم التداعيات والنتائج أولا بأول، وفي إطار هذه المتابعة المستمرة نعقد الآن هذا اللقاء الخاص مع السيد مالك عقار وهو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. أهلا بكم بداية في مصر وعلى شاشة القاهرة الإخبارية. مرحبا بك قناة القاهرة الإخبارية، عبرك تحية للشعب السوداني المكلوم في هذه الحرب والسودانيين الموجودين الذين وصلوا إلى الدولة المصرية. شكري لحفاوة الدولة المصرية واستقبالهم، وأتمنى خير للذين لا زالوا عالقين في المعابر للدخول إلى الدولة المصرية، وأنا أكرر الشكر لحفاوة الدولة المصرية واستقبالهم. ربما سيد مالك سنعود لهذه النقطة بالتفصيل بعد قليل، ولكن بداية قبلتم تقريبا هذا المنصب منذ نحو شهر، منصب نائب رئيس مجلس السيادة. ما التصور، ما الذي قدمتموه أو ستقدموه لحل الوضع الراهن في السودان، طبعا نظرا لخبرتكم السياسية الطويلة وكذلك علاقاتكم الخارجية المتعددة؟ أنا قبل ما أكون نائب رئيس المجلس السيادي كنت عضو فيه المجلس السيادي، وفي منذ قدومي للسودان في اتفاق جوبا 2020 كان همي الأول والأخير هو السلام في السودان واستقرار السودان ووحدة السودان، ولما تخلى عن هذا المبدأ إلى يومي هذا لما تم تعييني لمنصب نائب رئيس مجلس السيادة قبلت هذا المنصب بشرط واحد وأوحد، هو أن أكرس جهدي واهتمامي بالسلام في السودان، وأكرس هذا الوقت للمساهمة في إيقاف الحرب الدائرة الآن في السودان. هذه الحرب تأثر منها السودان تأثيرا كبيرا، وهي صدمة، أكبر الصدمات التي تلقتها الدولة السودانية والشعب السوداني. أحسب أن هذه صدمة تعيد الشعب السوداني وتعيدنا كلنا إلى منصة التأسيس بحيث أنه نخلق الاستقرار الدائم، فبذلت ولا زلت أبذل كل جهدي ومجهودي لإنهاء هذا الحرب بالوسائل المتاحة، سواء بوسائل اللقاء مع الأصدقاء، اللقاء مع رؤساء الدول المجاورة، اللقاء مع المؤسسات الإقليمية والدولية لإيقاف هذا الحرب ورجوع السودان إلى السلام وبعدها للتنمية. بخصوص الجهود والوصول لحلول الآن لهذه الأزمة، نعلم أن المبادرات كثيرة التي تقدم أطرافها كذلك مختلفون، ما تقييمكم لهذه المبادرات التي تقدم، أو دعنا نقول ما هي فرص نجاح هذه المبادرات؟ وطبيعي جدا أنه في عالم مليان بالمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية وكل المصالح، وبرضو هنالك المطامع، يعني طبيعي جدا أنه في هذا الوقت أنه يكون هنالك مبادرات كثيرة كل لهدفه وكل لمصلحته، وهنالك مبادرات قد لا تكون لها مصالح معينة أو المصلحة الوحيدة هو استقرار السودان وأمن السودان، الذين يريدون يحبون السودان ويريدون أمن واستقرار السودان. المبادرات أحسب أنها كلها تهدف إلى إنهاء الحرب في السودان، لكن هنالك بعض المبادرات يمكن لظروف معينة قد لا تكون يعني صالحة أو قد لا تكون يعني مؤاتية للوضع السوداني. نحن دايرين المبادرة اللي بتكون مبادرة
لإنهاء الحرب في السودان أنها تراعي المصالح السودانية، تراعي وحدة السودان، وتراعي سيادة السودان وسيادة المؤسسات السودانية. هذه المبادرة التي تقبل عندنا ومقبولة عندنا. أنتم رحبتم سابقا بمبادرة الإيجاد، ما تقيمكم أو ما الذي يمكن أن تقدموا هذه المبادرة تحديدا؟ السودان ليس ضد أي مبادرة من المبادرات، لكن خيارنا هي المبادرة التي تحترم السيادة السودانية. المآلات والتداعيات ربما هي كثيرة منذ بداية هذه الأزمة، سواء على الداخل السوداني أو على ما الذي حدث وما الذي تغير في الداخل السوداني حتى الآن وكذلك في الإقليم؟ ليس هنالك تغيير كثير، الحرب مآلاتها وتأثيراتها لا زالت تتأثر منها دول الجوار، لا زالت تتأثر منها الإقليم والعالم بكل مختلف كل بدرجته، فلا هنالك تغيير. التغيير الوحيد الذي نبحث عنه هو وكيف الجلوس على طاولة التفاوض، وكل الحروب بتنتهي على طاولة التفاوض. هسه إذا كان هنالك مهزوم أو منهزم أو ناجح في هذا الحرب أو كاسب لهذا الحرب، لابد أن ينتهي على طاولة التفاوض. تحدثتم منذ قليل عن الشراكة أو الحديث والجلوس مع الأصدقاء، ما الذي يمكن أن تقدمه مصر في سبيل حل هذه الأزمة على الصعيد السياسي؟ مصر ستقدم وتساهم في حل هذه المشكلة بقدر التأثير الذي يحصل على مصر. يا مصر أكثر الدول تأثيرا، نحن بدينا نتكلم قبل قليل عن ملايين السودانيين الموجودين في مصر الذين تأثروا بالحرب، بنتكلم عن مئات الآلاف الموجودين على المعابر في وقادمون إلى مصر، فالدولة المصرية متأثرة تأثير كبير، ومعها تليها دولة جنوب السودان، فهذين الدولتين هي الدول الجارة المتأثرة. هنالك طبعا دول كثيرة هي بتهمها أولا وأخيرا استقرار السودان، لأن عدم استقرار السودان يسبب عدم الاستقرار في مصر، فالدولة المصرية هي أكثر تضرر، فهي قد تكون أكثر مساهمة في علاج هذه المشكلة، هي جزء من هذه المشكلة. في إطار يمكن هذه النقطة، ما أبرز ما ناقشتموه منذ أن جئتم إلى مصر وكذلك حديثكم مع الرئيس المصري؟ بالتأكيد نحن ناقشنا القضايا التي بتهم البلدين، وركزنا كثيرا في قضية الحرب في السودان وتداعياتها على الدولة المصرية، وناقشنا باستطاب هذه التداعيات، وتبادلنا الآراء في كيفية معالجة قضية الحرب في السودان. ما تقديركم للنجاح الذي حققته الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في الدمج مع القوات المسلحة السودانية؟ ربما في هذه النقطة أيضا، هل من سبل ربما لدمج باقي الحركات أو المجموعات المسلحة مع الجيش أو مع القوات المسلحة السودانية تحقيقا لمبدأ الجيش الوطني الموحد؟ منطوق اتفاق جوبا 2020 بيقول أنه لا بد هذه القوات تدمج، على مبدأ أنه للسودان وزيه وزي أي دولة أخرى لابد أن يكون للسودان جيش واحد موحد يراعي التعددية السودانية ويحافظ على أمن السودان ويكون المحافظة على دستور السودان. فبهذا المنطوق هنالك فترة معينة لدمج هذه القوات، هذه الحركات جميعها في الجيش السوداني، وهذا توافق بين كل الأطراف. الحركة الشعبية وهي بادرت وفق الجداول المنصوص عليها في الاتفاق بأنها تدمج قواتها في قوات الجيش الشعبي السوداني. أليست هذه الأزمة ستصعب من هذه الفكرة؟ الأزمة يفترض أن تشجع السودانيين، ليس سعيدهم. العبرة في هذه الأزمة أنه وجود أكثر من جيش في أي دولة، فهذه الدولة هتكون حبلة بعدم الاستقرار، فهذه النقطة هو عدم الاستقرار. مفروض كل الحركات المسلحة التي لها جيوش أنها تعي الدرس وتدمج قواتها في قوات الشعب المسلح، هي دي المؤسسة الوطنية. هذه المناطق التي سأتحدث عنها الآن، نتحدث عن دارفور أو الشرق أو حتى كردفان، ما تقييمكم للتطورات الحادثة في هذه المناطق تحديدا؟ وربما أن أغلب التقارير تقول أن الوضع يتفاقم فيها يوما بعد الآخر. الوضع يتفاقم في دارفور،
وعدد القتلى والتأثير على دارفور أكثر من التأثير الذي يحصل في الخرطوم. الخرطوم غزي بأنه يكون الإعلام متواجد، أما في دارفور ف يعني الدستول يوميا أعلى من ما يحصل في الخرطوم، والمعاناة بتاعت الشعب في دارفور أعلى من منه، وهي معاناة متكررة لثلاثون سنة فأنا بشوف أنه في المناطق الحامشية الوضع كارثي مثله مثل الوضع في الخرطوم. الخرطوم قد يصلها بعد المعونات البسيطة، لكن دارفور صارت معزولة نهائيا من السودان. وأنا أتحدث معك الآن هنالك آلاف الآلاف يتجهون إلى دول الجوار، بالذات الدولة الشادية، وفي معاناة كثيرة جدا في هذه. وربما في إطار أيضا ما يحدث في دارفور، أنتم أدنتم ما حدث في جريمة اغتيال والي غرب دارفور، ووصفتوها بأنها من أبشع وأشنع جرائم الحرب. وطبيعي جدا أن ما حصل في قتل والي غرب دارفور الجنرال خميس، هو قتل بطريقة بالدم بارد وبطريقة وحشية. ونحن السودانيين كلهم على مستوى رئيس مجلس السيادة وكل الحكومة السودانية وكل المنظمات أدانت هذه الطريقة الوحشية للقتل، هي غير مقبولة ويفترض أن لا تكون، ويفترض أن لا تتكرر في السودان. هل يمكن أن أعرف منكم ما الذي يدور في دوائر الرأي العام السوداني، أو ما الذي يدور بين القوى السياسية والمجتمعية الآن في السودان؟ القوى السياسية والدوائر السياسية ترفض الحرب في السودان كلها، بصرف النظر عن أيديولوجيتها هي ترفض الحرب في السودان، والكل يرفض الحرب في السودان. ليس في الحرب ما هو جميل، بل في الحرب ما هو كله قبيح. تحدثتم في بداية هذا اللقاء عن الجهود ربما المصرية في استقبال القادمين السودانيين منذ اندلاع وبداية هذه الأزمة. نتحدث تقريبا عن اقتراب العدد من نصف مليون سوداني منذ بداية هذه الأحداث. كيف تنسقون أو كيف تقيمون هذا الدور الذي تقوم به مصر الآن؟ ودور أخوي ودور جيد، ونحن أشدنا به، وشكرت الرئيس على ذلك، وشكرت الشعب السوداني الشعب المصري عبر شكري للرئيس والحفاوة والاستقبال لهؤلاء. هنالك طبعا في الدولة المصرية هنالك في الحدود في قضايا أمنية، وهو التجاذب بين القضايا الأمنية والوجود الكثير من اللناء، لكن هنالك حالة تسهيل قد يحصل في اليوم في يومين الحادمين في الإسراع في التأشيرات للدخول للدولة المصرية. يعني سيد مالك، ربما أنتم تحدثتم في البداية عن المبادرات التي تقدم والجلوس مع الأصدقاء أو اتفاقكم ربما مع معظم هذه المبادرات في سبيل حل واحد، هو الوصول لتسوية أو الوصول لحل لهذه الأزمة. ما الدور الذي يمكن أيضا أن تلعبه سواء المنظمات أو القوى الإقليمية وكذلك الدولية للوصول إلى حل تحديدا مع طرفي هذه الأزمة؟ نحن زي ما سبقت وقلت، نحن بنرحب بكل المبادرة، نحن ليس ضدها، لكن بنتفحص ونتحقق من هذه المبادرات، ما هي المبادرة من ضمن هذه المبادرات التي تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية ومؤسسات الدولة، وتحترم مؤسسات الدولة السودانية، وتحترم رغبات ومشاعر الشعب السوداني، وتفصل في هذا الحرب بحيث أنه لا نعيد الوضع السابق الذي أنتج هذا الحرب، ونصل لوضع جديد لبناء الدولة السودانية الجديدة. بما أنك تحدثت عن الوضع السابق، هل يمكن أن نعود إلى الخلف قليلا وأسألك الآن، ما الذي أدى إلى بداية هذا الصراع، أو ما الذي أدى إلى بداية هذه الاشتباكات بين الدعم السريع وبين الجيش السوداني؟ الأسباب مشعبة وكثيرة. لو أردنا أن نحصرها، هنالك قضيتان أخطأوا طريقهم في السودان. الأولى هو تكوين القوات الصديقة الكاونتر انسيرجنسي، أخطأت طريقها ولم تنتهي بنهاية مسببات تكوينها. القضية الثانية هي الذي برضه أخطأت طريقها، هي قضية التحول الديمقراطي في السودان. وهذين القضيتين بكل الآليات في كل آلياتها هي التي أدت إلى انفجار هذه
الحرب في السودان. هل كنتم تتوقعون سابقا أن تتحول أو تصل الأمور إلى هذا الحد؟ إذا هنالك عدم الثقة بين كل هذه المكونات فبالتالي إذا لم يحل مسببات عزمة الثقة فتتوقع الانفجار. نتحدث ربما في هذه الفترة عن كثير من الهدن التي تقدم على سبيل حتى تحقيق الاستقرار الإنساني أو وصول المساعدات الإنسانية وهذه الأمور، هل من حديث عن هدنة متوقعة في عيد الأضحى القادم؟ نحن برضو نحترم الهدن، لكن أقول أن هذه الهدن كلها ناقصة لأن تنقصها آليات تنفيذها. ممكن الآن بدأ هدنة ل 72 ساعة، هذه الهدنة برضو تنقصها آليات التنفيذ، كيف أنه ينفذ البنود التي ما هي آليات التنفيذ التي يجب أن تكون هنالك حديث عن خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات، من المناطق السكنية وإلى آخره، كل البنود الموجودة في هذا الاتفاق، لكن هذه المبادرة لم تجيب كيف ومتى. طيب، بخصوص أنكم تحدثتم الآن عن الوضع في العاصمة الخرطوم، ما هو الوضع في الخرطوم؟ الوضع كارثي، هنالك قتال داخل الخرطوم، السلطان صار ميدان للقتال، وبالتالي من هذه الصفة فهي الوضع كارثي، فيها خطورة أمنية، فيها كل ما يتبادل لذهنك عن الخطورة. هل من حديث أو هل من خطط لانسحاب الدعم السريع من الأحياء السكنية تحديدا أو المستشفيات أو هذه المقرات المهمة التي تتحدث عنها من العاصمة؟ هذا منطوق الاتفاق واتفاقية جدة، لكن هذه الاتفاقية تنقصها آليات تحرك هذه القوات من النقطة الموجودة فيها، من النقطة ألف إلى النقطة باء، فدي محتاجة لاتفاق، ودي قضايا يعني خاضعة للحوار. ربما يتمنى الجميع الآن الوصول إلى حل لهذه الأزمة الراهنة في السودان والوصول إلى استقرار وحلول للشعب السوداني الشقيق في أسرع وقت ممكن. أرحب بالسيد مالك عقار مرة أخرى في مصر، وشكرا لك على هذا اللقاء على شاشة القاهرة الإخبارية. وإلى هنا مشاهدينا الكرام يكون انتهى هذا اللقاء مع السيد مالك عقار وهو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. شكرا وإلى اللقاء.
مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم منذ قليل هذا اللقاء المهم الذي أجرته الزميلة آية لطفي على الهواء مباشرة مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار المتواجد في القاهرة حاليا، وطبعا محاولة حل المشكلة والأزمة في السودان هي الموضوع الرئيسي للمحادثات التي يجريها حاليا. عقار قال إن الحرب أكبر صدمة تلقاها السودانيين، والحقيقة وصف في نهاية حديثه بأن الأوضاع كارثية في العاصمة الخرطوم. قال أيضا عقار إنه عمل دوما على إحلال السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته، وقال إنه عندما قبل هذا المنصب في البداية كان لتكريس كل وقته لوقف الحرب في السودان. طبعا أشار إلى أن السودان تأثر تأثرا كبيرا من الحرب، وأن هذه الصدمة يحسب أنها ستعيد الشعب السوداني وتعيدنا كلنا حسب ما قاله إلى منصة التأسيس، بحيث نعمل على تحقيق الاستقرار الدائم. أيضا أشار السيد مالك عقار إن مآلات وتأثيرات الحرب في بلاده ما زالت تؤثر على دول الجوار والإقليم والعالم بدرجات متفاوتة. قال إن مصر ستسهم في حل هذه المشكلة بشكل كبير، يعني في عدة مواقف من حواره منذ قليل أشار إلى أهمية الدور المصري في حل هذه الأزمة. عموما مشاهدينا، لمزيد من التحليل ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية. دكتور أسامة مساء الخير، وربما يعني نبدأ من آخر نقطة كانت في اللقاء، وقال إن السيد مالك عقار إن الهدن ناقصة. طبعا نعلم أنه برغم وجود عدة مبادرات دولية لكنها لم يعني تحل الأوضاع في السودان، وحتى الهدن تحدث بها خروقات كثيرة. كيف ترى حلا لهذه المشكلة برأيك؟ يعني ما هي الآليات التي يمكن من خلالها أن تكون الهدن بالفعل قائمة وتعيد بعض الوقف لإعادة تقييم المواقف من كل الأطراف؟ يعني بداية هذه الجزئية فيما يتعلق بالنقص الواضح في الهدن التي أعلنت خلال الفترة الماضية هي من أهم الجزئيات في حقيقة الأمر التي تحدث عنها السيد مالك عقار، وهو بالفعل وضع يده على واحدة من المشكلات التي تعانيها هذه الهدن التي فشلت حتى هذه اللحظة في تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق بعد ذلك خطوة أكثر تقدما فيما يتعلق بالحوار السياسي. أولا النقص الواضح في هذه الهدن يعتمد على جزئيتين، الجزئية الأولى تبدو في تقديري جزئية منهجية في أساس طرح الهدنات والمبادرات المختلفة، وهي أنها تساوي بين طرفي الصراع، تساوي بين القوات المسلحة السودانية وتساوي بينها وبين ميليشيا الدعم السريع، وكأنهما طرفين متساويين في الواجبات وفي الشرعية وفي غير ذلك، وهذا في حد ذاته أمر يبدو مخالفا لكل الأمور المتعلقة بطبيعة تكوين الدولة، بشرعية القوات المسلحة كحامية للاستقرار والأمن الداخلي والأمن القومي السوداني. وبالتالي كثير من الهدنات التي ساوت بين الطرفين فشلت لأنها يعني خالفت الواقع وحاولت أن تساوي بين طرفين لا يمكن المساواة بينهما. الجزئية الثانية أو وجه النقص الآخر يتعلق بقضايا إجرائية، ويمكن السيد مالك عقار أشار إلى بعض هذه النواقص عندما تحدث عن أن بعض الهدنات تشير إلى أهمية أو ضرورة خروج قوات ميليشيا الدعم السريع من المستشفيات والمقار الحكومية والمباني المتعلقة بالخدمات الإنسانية، دون أن تحدد كيف ومتى
يمكن تنفيذ ذلك. الجزئية الثالثة أيضا وهي من النواقص الإجرائية أنه لا توجد آليات واضحة لمراقبة من يخترق هذه الهدنات، وبالتالي من يخترق هذه الهدن ومن يخالفها ومن يمارس الانتهاكات المستمرة لها هو بمأمن من الرقابة، بمأمن من المتابعة، لأنه يدرك أنه لا توجد لمن يطلقون هذه الهدن آلية واضحة على الأرض لتسجيل وتوثيق الانتهاكات، وبالتالي تحدث هذه الانتهاكات. دون وجود آلية واضحة للمراقبة والمتابعة وإدانة من يخترق هذه الهدن، أعتقد أن الخروقات ستبقى مستمرة، وفكرة نجاح أي هدنة في تحقيق وضع مستقر على الأرض ستبدو غير مطروحة على الأقل في الوقت الراهن. اتصالا بهذه النقطة دكتور أسامة، يعني طرح خلال الحوار مسألة دمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني، وهذا طبعا أمر مهم جدا للوصول لاستقرار السودان ووجود يعني جيش واحد ومتماسك للسودان. كيف ترى فرص تحقيق ذلك وسط كل ما يحدث؟ يعني أولا فكرة دمج الحركات المسلحة في السودان في المؤسسة العسكرية هي فكرة استقر عليها في اتفاق جوبا للسلام، وكانت بالفعل بدأت تدخل حيز التنفيذ، لكن ما حدث في هذه الأزمة ربما سيعطل هذا المسار. ولكن في تقديري إذا كان هناك دروس مستفادة من هذه الأزمة فهو إدراك كل السودانيين باختلاف طوائفهم، باختلاف أيديولوجياتهم، باختلاف أفكارهم وانتماءاتهم السياسية، أنه لا يمكن أن تبقى سوى مؤسسة عسكرية واحدة وموحدة وشاملة لكل السودانيين. أما فكرة تنوع السلاح وبقاء السلاح في أيدي غير أيدي الدولة وغير المؤسسة العسكرية، أعتقد أن السودانيين أدركوا الآن خطورة هذا الأمر، أدركوا أن هذه الحالة ستفضي إلى صراع إن آجلا أو عاجلا، وما يشهده السودان حاليا هو مجرد انعكاس لوجود السلاح وانتشار السلاح في أيدي غير يد الدولة. وأنا أعتقد أن ما سيأتي بعد هذه الأزمة وبعد انتهاء هذه الأزمة سيكون مختلفا تماما عما قبلها، لأن السودانيين لن يقبلوا بأي حال من الأحوال بوجود أكثر من مؤسسة عسكرية أو أكثر من قوة مسلحة على الأراضي السودانية. والحركات المسلحة التي كانت ترفع السلاح في وجه الدولة لم يعد لديها الآن المبرر الذي يمكن أن تسوغ به حملها للسلاح خارج إطار الدولة. ويجب على الحركات المسلحة إن كانت بالفعل تبتغي مصلحة السودانيين وتستهدف تحقيق الوحدة الوطنية السودانية أن تندمج في المؤسسة العسكرية، ولكن أعتقد أن هذا سيكون من بنود التسوية اللاحقة التي ربما تعقب إنهاء هذه الأزمة. كيف تقيم دكتور أسامة موقف القوى السياسية في السودان، خاصة أن السيد عقار يرى أن موقفها إيجابي بشكل عام وأنها طبعا ترفض الحرب؟ يعني بالتأكيد فكرة قبول الحرب أو رفضها هي فكرة محسومة، لا أحد يريد الحرب ولا أحد يريد هذا الدمار الذي تتعرض له دولة بحجم وبقيمة وبتاريخ الدولة السودانية، ولا أحد بالتأكيد سيقبل أن يشرد الملايين وينزحوا من المدن ومن بيوتهم ويلجأوا إلى دول الجوار، بالتأكيد لا أحد يوافق على ذلك. ولكن دعينا نكون صرحاء، هذه الأزمة واحدة من الانعكاسات لغياب التوافق السوداني. الأزمة الحالية ما هي إلا تجسيد لغياب فكرة الحوار، الحوار بالسياسة فشل في تحقيق خريطة طريق واضحة لانتقال سلمي وديمقراطي للسودان في مرحلة ما بعد البشير، وبالتالي انتقل الحوار إلى استخدام السلاح من أجل فرض النفوذ، من أجل استخدام القوة المسلحة لفرض وجهة نظر فصيل معين يزعم أنه يدافع عن الديمقراطية، وفي الحقيقة هذا أمر مخالف تماما. الديمقراطية لا يدافع عنها بالسلاح ولا يدافع عنها بالقتل ولا بارتكاب جرائم الحرب ولا بانتهاك حقوق الإنسان. الديمقراطية يتم إرساءها من خلال حوار بناء، من خلال أطر سياسية واضحة، من خلال احترام
احترام للاختلافات والتباينات بين الأطراف المختلفة وإدارة هذا الاختلاف عبر آليات واضحة من العمل السياسي. ولكن الحقيقة أن القوى السياسية السودانية والقوى المدنية أو ما يسمى أو مصطلح على تسميته بالمكون المدني في تقديري يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عما وصل إليه السودان اليوم، لأنه لم يستطع أن يستغل الفرصة السانحة في إرساء تجربة ديمقراطية حقيقية، تجربة ديمقراطية تنقل السودان إلى مرحلة مبتغاة من خلال أو تلبي تطلعات الشعب السوداني بعد مرحلة البشير. وللأسف أضاعوا الكثير من الوقت، أضاعوا الكثير من الفرص، وهذا الفراغ أدى إلى استغلال ميليشيا الدعم السريع لهذه الحالة، وحاولت أن تفرض رأيها وتفرض سطوتها وتعزز نفوذها ووجودها في السلطة عبر استخدام السلاح. دكتور أسامة، في عدة مرات خلال حديثه مع القاهرة الإخبارية أشار سيد مالك عقار إلى دور مصر المهم في حل هذه الأزمة، وأيضا قال إنها من أكثر الدول ربما تأثرا بما يحدث في السودان إضافة إلى جنوب السودان. إذن ما الجديد الذي يمكن أن تضيفه محادثات القاهرة اليوم في المشهد السوداني، وما يعني توقعاتكم للمبادرة المصرية الجنوب سودانية؟ يعني أولا مصر تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الشعب السوداني. مصر تستضيف على أرضها أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني حتى قبل اندلاع هذه الأزمة، أضيف لهم ما يقرب من 500,000 مواطن سوداني جديد نزحوا إلى الأراضي المصرية، والدولة المصرية استوعبت هؤلاء وفتحت لهم أبوابها ورحبت بهم، والشعب المصري رحب بأشقائه السودانيين. وأنا أعتقد أن هذا موضع ترحيب وموضع إشادة وموضع تقدير من كل الأطراف السودانية، حتى من حاول أن يعني ينأى بمصر أو يبعد مصر عن معادلة الحل السياسي في السودان في مرحلة سابقة. أعتقد أن كثير من القوى السودانية التي حاولت أن تراهن على أدوار إقليمية غير الدور المصري الآن تدرك حقيقة الدور المصري وحقيقة وأهمية ما يمكن أن تقدمه مصر من دعم إنساني ودعم سياسي ودعم اقتصادي ودعم استراتيجي للدولة السودانية والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية. مصر منذ اللحظة الأولى بدأت بالفعل الانخراط في الحلول وطرح الحلول وطرح المبادرات، ومصر عندما تحدثت أو طرحت هذه الحلول لم تطرحها في إطار فرد من قبل القاهرة فقط، ولكنها تحدثت من خلال سياق إقليمي، من خلال سياق دول الجوار. ونتذكر الجولات التي قام بها وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري إلى كل من تشاد وجنوب السودان، الاتصالات المستمرة التي أجراها سواء مع طرفي النزاع أو مع العواصم المختلفة التي يمكن أن يكون لها دور وتأثير في هذه الأزمة. مصر تمتلك العديد من أوراق الضغط، يمكن أن تقوم بالتواصل المستمر مع العديد من القوى السودانية. أيضا مصر من خلال اتصالاتها الإقليمية وعلاقاتها الوطيدة مع العديد من القوى الإقليمية والدولية أيضا تستطيع أن تحدد مجموعة من الأفكار التي يمكن الالتفاف حولها. وأنا أعتقد أن كثرة الوسطاء وتعدد المبادرات لا يخدم القضية السودانية ولا يخدم حل الأزمة السودانية. في تقديري أن مصر هي الطرف الذي يمكن الرهان عليه، هي الطرف الذي يمتلك من المصداقية ومن الثقة ما يؤهله للعب دور على الأرض، لأنه يمتلك اتصالات وثيقة مع الأطراف السودانية، وأيضا يمتلك القدرة على إدارة الحوار وإدارة الأزمة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية. فضلا عن أن مصر هي جزء من الآلية الثلاثية التي شكلتها الجامعة العربية لإدارة وإيجاد حلول للأزمة السودانية، وبالتالي أعتقد أن زيارة السيد مالك عقار للقاهرة تحمل الكثير من الرسائل، تحمل الكثير من التعويل السوداني على الدور المصري. ومصر بالفعل قادرة إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف السودانية في المقام الأول، وإذا ما توافر الدعم الإقليمي والدولي لدورها، مصر يمكن أن تحدث اختراقا كبيرا في هذه الأزمة، يحقق في المقام الأول مصلحة الشعب السوداني ويحقق أمن واستقرار المنطقة في المقام الثاني. لماذا ترى أن تعدد المبادرات الخاصة بالسودان قد يربك المشهد أكثر؟ هل ترصدون ربما تضاربا في هذه المبادرات؟
يعني أتصور أن السيد مالك عقار نفسه تحدث بشكل ربما حاول أن يلمح لجزئية متعلقة بهذا الأمر عندما سئل عن موقف الدولة السودانية من المبادرات المطروحة، عندما أشار أن هناك مصالح سياسية ومصالح اقتصادية عديدة، ومن الطبيعي أن تحاول كل هذه القوى أن تخدم مصالحها عبر مبادرات مختلفة. ربما هو أراد أن يلمح إلى أن كثير من المبادرات المطروحة ربما تعبر عن مصالح من يطرح هذه المبادرات ولا تعبر بالضرورة عن مصلحة الشعب السوداني. وأتصور أن بالفعل تعدد الوسطات وتعدد المبادرات لا يفضي إلى حل، لأن كل طرف سينحاز إلى المبادرة الخاصة به، كل طرف سيحاول أن يصيغ المبادرة وفق رؤيته لمصالحه في الداخل السوداني وأيضا مصالحه المستقبلية. أيضا ما يتعلق بتعدد الوسطاء ربما يغري بعض الأطراف في الداخل السوداني للبحث عن ظهير أو للبحث عن سند لتوسيع النفوذ، وبالتالي هذا لن يكون في مصلحة الأزمة السودانية. بالعكس، أعتقد أن الحل أو الحل الأمثل هو توحيد الجهود وراء دولة موثوق بها، وراء دولة لديها تاريخ ولديها تجربة ولديها تراكم من الخبرات في إدارة مثل هذه الأمور وإدارة مثل هذه الأزمات، ويمكن الثقة فيها من خلال الأطراف السودانية أو من خلال الأطراف الإقليمية والدولية. وفي حقيقة الأمر لا أجد سوى القاهرة هي من تتمتع بكل هذه الاشتراطات. نعم، طيب أرجو أن تبقى معنا دكتور أسامة، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا في هذا النقاش من أوكلاند إبراهيم إدريس الخبير في الشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. وطبعا نحن نقيم الأوضاع في السودان، وكنا نتحدث منذ قليل عن وجود مبادرات عديدة من أطراف مختلفة، من الولايات المتحدة، من المملكة العربية السعودية، من الاتحاد الإفريقي، كل العالم يريد لهذه الحرب أن تنتهي، لكن ما زلنا محلك سر كما يقولون. كيف تنظر لهذه الاجتماعات في القاهرة حاليا للسيد مالك عقار، وكيف يمكن أن تسهم في حل الوضع؟ طيب أعتذر منك أستاذ إبراهيم، يجب أن نذهب الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري سامح شكري ومنسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. خلال المباحثات الموسعة، فأنا بعتذر إذا كنا تأخرنا على سيرتكم بعض الشيء. أنا في البداية برحب بال ممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية ونائب الأول للرئيس المفوضية الأوروبية في زيارته إلى القاهرة. جوزيف بوريل صديق عزيز، كان لنا الفرصة للتواصل في عديد من المناسبات في إطار السعي المشترك لدعم ما نعتبرها علاقة ذات أولوية وأهمية بالنسبة لمصر، للعلاقة التاريخية الممتدة فيما بين مصر وشركائها الأوروبيين سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء. العلاقة بين الشعوب عابرة للتاريخ، والاتصال والقرب والتأثير المتبادل شيء واضح للجميع، خصوصا في مواجهة التحديات العديدة اللي بتواجه كل من مصر والاتحاد الأوروبي، والتطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية تجعل من الأهمية تكثيف التعاون فيما بيننا من أجل المصلحة المشتركة على أسس من الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة. الاتحاد الأوروبي والمفوضية تقدم كثير من الدعم المصري في نواحي كثيرة، سواء كانت تنموية أو في إطار الأمن أو اتصالا بقضايا الهجرة. وبالتأكيد أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أتت بعوائد أيضا مشتركة. هذه العلاقة ممتدة لأكثر من 20 عام منذ توقيع على اتفاقية الشراكة، بما يقتضي دائما أن يتم
المراجعة للتأكد من أن الإطار التعاقدي القائم فيما بيننا يأتي بكل ما نصب إليه من منافع، ونستطيع أن نقوم أي نواحي نقدر أنها تحتاج إلى مراجعة وإلى التنفيذ لها بأسلوب أكثر قدرة على تلبية احتياجات الطرفين. خلال مباحثاتنا تطرقنا بشكل مذهب إلى العلاقة الثنائية فيما بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي في ظل مناحي التعاون، أهمية إيجاد فرص جديدة لهذا التعاون اتصالا بمجالات اللي ظهرت خلال السنوات الماضية، خصوصا مجال الطاقة والطاقة المتجددة والربط بين مصر والقارة الأوروبية، قضية تنوع مصادر الطاقة، تناول التحدي الخاص بتغير المناخ وغير ذلك من النواحي أيضا الداعمة للمساعي مصر نحو التنمية المستدامة. ولكن بالتأكيد أيضا تناولنا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للتوصل إلى حل نهائي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكيف نستطيع أن نعمل سويا من أجل تحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع. تحدثنا أيضا فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالوضع في السودان، في ليبيا، في شرق المتوسط، قضية الهجرة، قضايا حقوق الإنسان والتعاون فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار مشاورات وتواصل بعيدا عن توجيه الاتهامات، ولكن في إطار اكتساب الخبرات ورفع الكفاءات وأيضا القدرة على شرح التطور القائم في مصر في كافة النواحي، سواء النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، اتصالا بمساعي الحكومة المصرية في تنفيذ الالتزامات القائمة في الدستور المصري، وأيضا الرغبة دائما في مراعاة احتياجات الشعب المصري وحقوقه. تأكيد أنه أيضا الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية ذات اهتمام مشترك، وأنا عائد من زيارة كل من كييف وموسكو في وفد برئاسة دولة رئيس الوزراء. فكل المواضع في الحقيقة نستطيع أن نتعامل معها من خلال التعاون فيما بيننا. الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي الأول لمصر، ونسعى أن تزيد الاستثمارات الأوروبية للعوائد القائمة. مصر سوق كبير، ولكن أيضا تحقيق التنمية المستدامة يعود بالمصلحة أيضا على الاتحاد الأوروبي، فإنه يمنع الهجرة غير الشرعية ويؤدي إلى الاستقرار بالمنطقة، وتستطيع مصر استمرار أن تلعب دورها في تهدئة الأوضاع وبأن تكون مثل لعوائد الاستقرار. برحب بالممثل الأعلى مرة أخرى، وبتطلع إلى الفرص اللي تجمعنا في المستقبل وتكون قريبة، وبشكره على الجهد الشخصي اللي بيبذله واللي بلمسه في إطار اقتناعه بأهمية هذه العلاقة والعمل المشترك في تدعمها. بشكره وبرحب به ومتطلع دائما للقاءاتنا. شكرا. شكرا جزيلا معالي الوزير سامح شكري، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الترحيب الحار، وأعرف أنك قد رجعت كذلك من رحلة من كييف ومن موسكو،
وأقول مرة أخرى أن هذه كانت فرصة طيبة لعقد مثل هذا اللقاء المطول، وقد تناولنا العديد من القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك التي تهم كلا الجانبين، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية. هذه هي الزيارة الثانية لي، وهي الزيارة الثانية لي بحكم منصبي كالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أننا قد التقينا كثيرا في لقاءات ثنائية، وقد وضعنا أطرا كثيرة من أجل تحقيق أهدافنا، وأعتقد أن لدينا الكثير ولدينا كثير من القضايا، ونستطيع أن نحقق أعلى مستوى من التعاون على كافة المستويات. وكان لدي عظيم الشرف للقاء سيادة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، وكذلك التقيت كذلك بالأمين العام لجامعة الدول العربية. في خلال هذه الزيارة القصيرة كان هناك كثير من الفوائد التي حقيقة تطلعنا إليها وحققناها بالفعل، خاصة في خضم هذا العالم المليء بالتحديات حاليا. اسمحوا لي أن أقول وبوضوح شديد أن هذه العلاقات الثنائية بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي في واقع الأمر إنما هي تجلب المنافع والمصالح لكلا الطرفين. أعتقد أنها علاقات مميزة، ونحن نتطلع إلى مزيد من علاقات أفضل. نحن نحاول أن نوسع من هذه العلاقات وأن نطورها حتى نصل إلى مستوى مثالي من التعاون. حينما يتعلق الأمر على سبيل المثال بملف الطاقة والطاقة المتجددة، فنحن لدينا بالفعل شركاء جادون مثل الجانب المصري، ونحن سعداء للغاية بهذا التعاون، ونحن نسعى كذلك إلى تسريع آفاق التعاون المشتركة، ونسعى إلى تجاوز كافة التحديات من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي والجانب التجاري، فبالفعل هناك علاقات قائمة، ونحن نسعى إلى تطوير مثل هذه العلاقات، ونحن نتعاون عن كثب وعن قرب مع الجانب المصري، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات. كثير من المشروعات تناولناها في مباحثاتنا، وهي هامة للغاية، ونستطيع أن نحقق أفضل معدل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل دفع عملية التنمية إلى الأمام. إذن نحن حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي لدينا رؤية عميقة، ولدينا حوار سياسي كذلك، ونسعى إلى تطويره. حينما يتعلق الأمر بملف القضايا الإقليمية وخاصة في السودان، وأعتقد أن قضية السودان قضية هامة للغاية للجانب المصري. بالفعل إن أنتم لديكم أكثر من خلال هذه الأزمة أكثر من 2700 نازح سوداني في مصر. أعتقد أن لديكم بالفعل تحدي كبير هنا، وأعتقد أنه ينبغي توجيه الشكر للجانب المصري، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيسعى دوما للتعاون مع الجانب المصري من أجل معالجة هذه القضية، ومن أجل استقبال الكثير من اللاجئين ومساعدة مصر في هذا الإطار. نعتقد أن هذا دور أساسي كذلك يقع على عاتقنا، ونحن نقدر ونثمن كثيرا ذاك الدعم الذي تقدموه، وخاصة حينما يتعلق الأمر بكرم الشعب المصري وهذه الاستضافة الكريمة للاجئين السودانيين خلال هذه الأزمة. ونحن بالفعل قمنا بالعديد من المبادرات، وأعتقد أننا ينبغي أن نضع إطارا لإيجاد حلول. وهنا لابد أن نضع في اعتبارنا أن مصر تعد ركنا وركيزة أساسية حينما يتعلق الأمر بالملف الإفريقي، ونحن نشجع ونساند وندعم مصر
من أجل تجاوز كافة الصراعات في إفريقيا. ونعرف وندرك جيدا أن مصر دورها دور أساسي في حل كافة الصراعات، وبالتالي لا يمكن تحقيق أي حل بجود أن يوجد تعاون مشترك بين كل الأطراف، ونحن نؤمن بذلك. حينما يتعلق الأمر بفكرة الهجرة، لقد وجدنا وقرأنا وسمعنا في الإعلام عن ما حدث من غرق المهاجرين على بعض السواحل في البحر المتوسط، وهذا في واقع الأمر إنما يدفع بمزيد من الجهود حتى نستطيع أن نضع حدا لفكرة الهجرة، وأن نضع في اعتبارنا أن هذه الإشكالية وهذا التحدي لا يمكن مواجهته فقط من جانب واحد أو دولة واحدة. نحن نعترف ونؤمن ونقر بذلك، ونرى أن هناك دور رئيسي علينا كذلك في التعاون مع مصر، وأعتقد أننا ينبغي أن نضع حدا لهؤلاء الذين يتاجرون بالبشر وهؤلاء المهربون. نحن ندرك ونعرف جيدا هذه المخاطر، ونستطيع أن نقول أن هؤلاء ينبغي أن يتم وقفهم، وخاصة حينما يتعلق الأمر كذلك بحقوق الأطفال. قبل زيارتي إلى مصر كان هناك كثير من التحديات، وأعتقد أننا بالفعل أنكم بالفعل تستطيعون تقومون بدور رائع ومميز في هذا الإطار. ربما أعتقد أن مصر بالفعل لديها تحدي كبير، لأن بها عدد كبير من السكان، وفي الوقت ذاته فهي تستضيف آلاف اللاجئين من دول مجاورة، وهذا أمر نقدره للغاية. وفي واقع الأمر كذلك تقوم مصر بالحفاظ على أرواح هؤلاء الأفراد، وكذلك حينما يتعلق الأمر بالتعاون الأمني فنحن لدينا إطار كذلك لتبادل الآراء والأفكار، ونحن نعتبر أن مصر ستكون بمثابة عنصر استراتيجي للحوار مع القارة الإفريقية، ومن خلال الشراكة فإن القارة الإفريقية، نحن نؤمن بأن القارة الإفريقية تحتاج إلى مزيد من التنمية والمشروعات التنموية، خاصة في مناطق بعيدة مثل الصومال وفي المناطق الساحلية وفي كثير من المناطق الأخرى، وبالتالي فنحن نؤمن كذلك بالتعاون المشترك في هذا الإطار. لقد تبادلنا الآراء كذلك حول عملية السلام وفيما يحدث في ليبيا وفي سوريا، وكذلك بقضية سد النهضة في إثيوبيا. لا أستطيع أن أقوم بتلخيص كل النقاط، لقد تطرقنا إلى كثير من النقاط، وخاصة قضية المياه وما مدى حيوية هذه القضية لمصر، ونحن نعرف ذلك، فنهر النيل يعد شريانا أساسيا للحياة وللوجود في هذه البلاد، ونحن بالفعل سوف نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار. وبالفعل تناولنا كذلك إشكالية الصراع في بين أوكرانيا وروسيا، وهذا الغزو الغير مبرر والذي لا يحمل أي صفة قانونية، ونحن نؤمن ونقر بأن مصر تلعب دورا أساسيا، حتى هناك كثير من التأثير، وأعتقد أن هناك أزمة تتعلق بالغذاء، وهناك كذلك أزمات أخرى ناجمة بسبب هذا الصراع، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالبنية التحتية وحماية أرواح الأبرياء والمدنيين. ومن أجل ونحن نطالب ونؤمن بالسلام، ونحن نرى أن هذا هو الحل الأمثل، نحن سويا نؤمن بهذا الأمر. هل تعرفون من هو
الطرف الأكثر حرصا على السلام إنه الطرف الأوكراني ونحن نعرف ذلك، ولكن الأمر يتوقف على حسب المواقف والسياقات. وأعتقد أنكم هنا في مصر تمثلون قيادة القارة الإفريقية وزيارة المسؤولين المصريين لكييف ولموسكو، نحن نقدرها ونتطلع إلى نتائج جيدة من هذه الزيارات من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو السلام، وحتى نحقق السلام العادل والدائم لكافة المناطق في العالم، وحتى نحافظ على أراضي الأوكرانية. معالي الوزير وصديقي العزيز، شكرا جزيلا مرة أخرى على حفاوة الاستقبال وعلى مناقشة هذه القضايا الهامة، وأنا أتطلع إلى مزيد من مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك حتى نستطيع أن نحقق أفضل النتائج لكلا الجانبين. مسؤول الأعلى أستاذ إبراهيم مصطفى من أخبار اليوم، تفضل. مساء الخير إبراهيم مصطفى، جريدة الأخبار للسيد جوزيف بويل. السنوات الأخيرة شهدت الكثير من الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية، فهل السيد بويل أن يطلعنا على مزيدا من التفاصيل بشأن ذلك؟ شكرا جزيلا. كما قلت من قبل أن هذه العلاقات هذه تتحسن في السنوات الأخيرة، ونحن نؤمن كذلك بأن هناك إشكاليات، ونحن نتناول كل الأمور بصراحة، وهذا نرى أن هناك مزيد من التعاون المشترك بين كلا الطرفين من أجل أن، وخاصة في القضايا ذات التحديات مثل السودان وفي إثيوبيا وفي الشرق الأوسط، ونحن بالفعل نسعى إلى تحقيق. أكيد أنه في خلال مجلس المشاركة الماضية تم التوقيع على وثيقة الأولويات لسنوات 2021 حتى 2027، وهذه القائمة هي قائمة مسهبة وتتناول كل مجالات التعاون فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحن الآن بصدد وضع الآليات التنفيذية لتحقيق هذه الأولويات، وكثير منها بالإضافة إلى ما تفضل به الممثل الأعلى أيضا مرتبطة بالجهود التنموية في مصر، مشاريع الاقتصادية التي تؤهل الاستمرار الجهود والبرامج المصرية في مجالات الارتخاء بالمستوى الاقتصادي للبلاد. الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول التجاري، حجم التبادل التجاري فيما بين البلدين، اتفاقية المشاركة وما تتيحه من نفاذ السلع على الجانبين، كلها أمور نعمل على زيادة حجمها، نعمل على تنميتها، ومكون الاقتصادي في هذه العلاقة وتنفيذ المشاريع التي ذكرها الممثل الأعلى، فهو إطار متكامل يصب في مصلحة متبادلة ويسهم كثيرا كما تفضل الممثل الأعلى. دائما لدينا طموح بأن تكون هناك موارد أكبر، لأن التحديات في الحقيقة كبيرة، سواء كانت اقتصادية سواء كانت أمنية، ونأمل أن تكون الموارد متاحة لمزيد من التعاون فيما بيننا، وأنا واثق بأنه الممثل الأعلى يشاركني في الرغبة في مجد الموارد اللازمة لمواجهة هذه التحديات وبالقدر اللي يكون له تأثير حقيقي في التصدي لها. أستاذ أحمد جمعة اليوم السابع، تفضل. سؤال موجه لمين؟ مساء الخير يا فندم، أحمد جمعة المحرر الدبلوماسي في اليوم السابع. سؤال للسيد جوزيف بوريل، خلال الأشهر الماضية شهدت
الأراضي الفلسطينية تصعيدا مستمرا ضد الفلسطينيين على إثر وجود حكومة بها شخصيات إسرائيلية متشددة لا تؤمن بمبدأ حل الدولتين مثل بن غفير أو سموتريتش. هل لك أن تطلعنا على موقف واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لخفض حالة التصعيد بين الجانبين ودفع عملية إعادة إحياء حل الدولتين خلال الأشهر المقبلة؟ شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالجانب الأوروبي أعتقد أن الأمر واضحا أن الطريق الوحيد من أجل إنهاء هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل كلا الدولتين، وهو يقوم على أساس التفاوض بين كافة الأطراف. فنحن نؤمن بفكرة السلام، وقد تحقق السلام بالفعل مع كثير من الدول العربية، وحتى نحقق السلام، نريد تحقيق السلام كذلك مع الفلسطينيين، وهذه قضية لا ينبغي نسيانها. وهذا السلام ينبغي أن يقوم على أساس حل الدولتين مع بعضهما البعض في سلام وأمان، ويضمن كافة الحقوق. هذا لا يأتي من السماء فجأة، ونحن لا هذا سوف يأتي فقط من خلال المفاوضات الحقيقية حتى نصل إلى صياغة تفاهم. وينبغي أن نحاول أن نرجع كلا الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وفيما يتعلق بفكرة التصاعد العنف، هذا في واقع الأمر يؤكد أن الحل الوحيد هو في المفاوضات. نحن بالفعل لدينا قلق ومخاوف من فكرة هذه الأحداث العنيفة المتصاعدة، وأعتقد أننا حينما كنا في شرم الشيخ تناولنا هذه القضية وتطرقنا إلى آليات تحقيق السلام، ونحن نتطلع إلى الجهود المصرية من أجل تخفيض حدة العنف، ونحن نتعاون مع الجانب المصري في هذا الإطار ومع كثير من الهيئات الدولية حتى نستطيع أن ننهي هذا الصراع وأن نحيي مرة أخرى عملية السلام، حتى يعم السلام في منطقة الشرق الأوسط. وها ونحتاج إلى الجهود في هذا الإطار، ونحتاج إلى الجهود المصرية. مصر بالفعل دورها دور مركزي ورئيسي ولا يمكن الاستغناء عنه. وعملية السلام لا يمكن أن تنطلق إلا بمصر أولا، فمصر تلعب دورا أساسيا في هذا الإطار، ونحن نتطلع إلى الدور المصري، وسوف ندعم هذا الدور بكل قوة، وسوف نستمر كذلك ببذل الكثير من الجهود حتى نستطيع أن نحقق الهدف في نهاية المطاف. مستر سمير عمر، قناة سكاي نيوز عربية. سؤال لمعالي الوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري. يعني الحديث عن أهمية التطورات الحاصلة في السودان وتأثيرها المباشر على الأوضاع في مصر، وبخاصة بعد وصول نحو 200 ألف أو ربما ربع مليون سوداني لمصر بعد اندلاع الأحداث قبل نحو شهرين، هل تناقشتم مع سيد بوريل لوضع آلية دائمة ربما لدعم الدول المتأثرة باستضافة الشقاء السودانيين جراء هذا الاقتتال الداخلي، وأيضا ما يتعلق بتصورات مصر للخروج من هذا المأزق؟ مالك عقار النائب رئيس المجلس السيادي السوداني موجود في القاهرة، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وأشار بوضوح إلى أنه دور مصر مهم، وأشار أيضا إلى الخطورة اللي يمكن أن تحدثها استمرار الأحداث في السودان. سريعا كده برضو، السيد بوريل قال في لقائه أو عقب لقائه بالأحرى الأمين العام لجمعية الدول العربية إن لقاء وزاريا أوروبيا عربيا تم إلغاؤه بسبب عودة سوريا للجامعة العربية، وقال إن هذا قرار سيادي للدول العربية، لكنه أيضا أشار إلى تحفظ أوروبي واضح وظهر في تأجيل هذا في إلغاء هذا الاجتماع. رد الموقف المصري على هذا القرار الأوروبي، شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالسودان، بالتأكيد أنه قضية السودان أخذت حيز كبير من
المشاورات فيما بيننا للإحساس المتبادل بأنه هذه قضية لها تأثير واسع النطاق على أمن واستقرار المنطقة وبالتبعية أمن واستقرار أوروبا، وأنه ما يحدث في هذه المنطقة له تأثير على أمن البحر الأحمر، على قضية مقاومة الإرهاب، على أهمية الحفاظ على الاستقرار بالدول والمؤسسات الشرعية وعدم انزلاقها نحو الفوضى، لأنه يصعب فيما بعد ذلك استعادة الاستقرار. وكل ذلك له تأثير بالغ على مقدرات الشعب السوداني، وبالتأكيد العلاقة التاريخية الوثيقة اللي بتربط بين الشعبين المصري والسوداني معروفة، والتلاحم الشعبي ولكن أيضا التواصل الجغرافي فيما بين الدولتين يجعل كل شيء يحدث في أي منهما له تأثيره البالغ على الجانب الآخر. مصر تبذل كل جهد في احتواء هذه الأزمة، تركز جهودها الحالية على وقف العدائيات وإتاحة الفرصة للعودة إلى الحوار. نعمل من خلال تواصلنا مع دوائر مختلفة التي تتناول قضية السودان، الإطار الثلاثي الرباعي من خلال الاتحاد الأفريقي، ولكن بالتأكيد أن الاتحاد الأوروبي وأعضاء الاتحاد لها أيضا دورها وأهمية التواصل معها. كل الجهود الآن تركز على قضية وقف القتال، لكن علينا أن نبحث فيما هو يتعدى ذلك إلى كيفية استعادة الاستقرار، استعادة الأمن، الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والوصول إلى خريطة طريق للمستقبل تضم كل أطياف السودانية وتحقق مصالحها. مصر معرفة بحكم الجيرة وبحكم التواصل للأوضاع في السودان، علاقات وثيقة مع الشركاء على مختلف الأصعدة في السودان، وتناولنا أهمية أن نتعدى مجرد القضية الحالة اللي هي خاصة بوقف العدائيات إلى كيفية استئناف المسار السياسي، كيفية التعامل مع القضايا من منظور واقعي، منظور يحقق مصلحة الشعب السوداني ويحمي من التدخلات الخارجية اللي ربما تسعى لتحقيق مصالح تتعدى مصالح الشعب السوداني. نحن على أتم استعداد للتواصل الإيجابي مع كافة الأطراف، لدينا تواصل مع دول الجوار وتنسيق وثيق معها، وبالتأكيد أنه هذه قضية لابد من أن تكون هناك وحدة رؤية إزاءها من كافة الشركاء الفاعلين، ولكن من منظور واقعي يؤدي إلى تناول القضايا الرئيسية، وفي المقام الأول الحفاظ على الشعب السوداني ومقدراته. نعم، مصر تستضيف أشقائها وأتاحت للأشقاء في السودان اللجوء إلى مصر هربا من ويلات الحرب والمخاطر، هذا بالتأكيد يأتي بقدر من الضغوط الاقتصادية، لكن مصر دائما تطلع بمسؤوليتها تجاه أشقائها وتستضيف أعداد كبيرة جدا من اللاجئين من أوضاع سواء كانت أمنية أو اقتصادية في بلادهم، لا تقيم معسكرات لاستضافتهم ولكن تتركهم في الحيز المصري بكل حرية وبكل رعاية تستطيع الدولة أن تقدمها. الممثل الأعلى أشار إلى المساعدة اللي بيقدمها تحديدا لمواجهة هذا الأمر، لكن أيضا تحدثنا عن الإطار الأوسع لاستضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين والحاجة إلى مزيد من التعاون والدعم حتى تستطيع أن تلبي مصر وتطلع بمسؤوليتها، وفي نفس الوقت هذا يعود بالمصلحة على أوروبا. هذه قضية أصبحت قضية حساسة في الدوائر الأوروبية داخليا في الانتخابات الأوروبية، وهناك تجاذبات كثيرة على الساحة الأوروبية فيما يتعلق بالمسؤوليات الملقاة على الدول الأوروبية
للتعامل مع هذه القضية. ليس هناك دولة أوروبية تستضيف العدد الذي تستضيفه مصر، وبالرغم من ذلك نحن نفعل ذلك بمقتضى الالتزام بالإطار التعهدي الدولي اللي نحن ملتزمين به، ولكن من منطلق التاريخ المصري مصري الطويل في رعاية أشقائها وفي احتضانهم. لكن نحتاج إلى الاستمرار الدعم من قبل أشقائنا في الدول الصديقة، لأنها مصلحة في النهاية مصلحة مشتركة. مصر أصبحت دولة مقصد، وإذا تعثرت الأمور هتعود تاني وتصبح دولة معبر، وهذا سوف يضع ضغوط كبيرة على الاتحاد الأوروبي ودوله. علينا أن نتعامل من خلال التعاون للتعامل مع هذه القضية، وكما تحدثت فالممثل الأعلى ذاته يقدر بأن الدعم المقدر هو ليس كافيا، ولكن علينا أن نبحث عن الموارد التي تكون لها إسهام أكبر في تناول هذه القضية. فيما يتعلق بجزئية الاجتماع اللي كان مقرر أن يعقد فيما بين جماعة أعضاء دول جماعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والقرار الذي اتخذ، في الحقيقة هو تطور مؤسف، لأن كنت أعتبر أنه هذه العلاقة التي تجمع 27 دولة أوروبية ب 21 دولة عربية هي علاقة عميقة وعلاقة متشعبة وعلاقة يستفيد منها الطرفين، وفي إطار الثنائي تستمر الدول الأوروبية في السعي لتوثيق علاقتها مع الدول العربية استفادة من هذه العلاقات الاقتصادية. استئناف سوريا لمقعدها هو قرار جماعي اتخذ على مستوى الجامعة العربية، واتخذ وتم التحضير له من خلال إطار لمجموعة اتصال عربية ضمت مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق، ضمت في مرحلة ما الحكومة السورية ممثلة في وزير الخارجية لوضع خريطة الطريق، تم اعتمادها بوجود وزير الخارجية في عمان، حددت ما هو المسار حتى يتم استعادة تطبيع العلاقات العربية السورية، أسكت وركزت على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وتناول كافة القضايا الأخرى اللي هي تصب في مصلحة الشعب السوري في المقام الأول. كنا نتصور أن يكون ذلك محل تقدير من قبل شركائنا في أوروبا، أن يكون هناك اهتمام بهذه العلاقة الوثيقة، وهذا الاجتماع لم يعقد، آخر مرة عقد كان من 4 سنوات، فأنا أعتبرها فرصة ضائعة، نأمل أن نتجاوزها سريعا من منطلق حرصنا واهتمامنا بهذه العلاقة سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المؤسسي فيما بين المجموعتين، مع تقدير أنه كل الجهود التي تبذلها مصر وأشقائها العرب هي في رعاية المواطن والشعب السوري. الشعب السوري عانى كثيرا عبر السنوات العشر الماضية، على كل أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه المعاناة، وأن نتعدى الماضي وننظر إلى الأمام، ننظر إلى كيفية التعامل مع القضايا بشكل يعيد الاستقرار، ولكن يراعي أيضا معاناة الأفراد. صراحة هو معناه برئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أهداف زيارتكم للقاهرة وما فحوى المباحثات التي جرت بينكم وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم؟ شكرا جزيلا. الهدف بتاع الزيارة هو مناقشة القضايا التي تهم البلدين، هنالك قضايا كثيرة، قضايا منها اقتصادية سياسية وتناولنا هذه، لكن ركزنا في قضية الحرب والوضع الكارثي في السودان نتيجة للحرب ومآلاتها على الدولة المصرية. وانت بتعلم انه في مصر هنالك 5 مليون سوداني بدون الحرب، والحرب حاليا هنالك ما يكون ما
ما قد يكون ربع مليون أو نصف مليون عالقة للحدود المصرية، وديل بيعانوا في الحدود المصرية ويحتاجون إلى الإسراع في تسهيل إجراءات الدخول لمصر. فده كان القصد بتاعت المناقشة في هذا اليوم، زائدا القضايا الأخرى التي تهم البلدين وتأثيرات الحرب على الدولة المصرية وكيفية معالجتها وكيفية معالجة القضية السودانية والحرب في السودان، وما هو الدور المصري والمساهمة المصرية في هذه حل هذه القضية. مباحثات مع الرئيس، هي نفس المباحثات مع الرئيس. لماذا لا يكون هناك حل جذري لوقف الحرب وليس الحديث حول الحرب أو إعطاء فرصة لسماسرة السياسة لتدخل بشكل سلبي؟ يعني هل من حل لإنهاء هذه الأزمة الطاحنة ما بين فصيلين من الجيش السوداني؟ لماذا لا يكون هناك جيش سوداني موحد؟ يعني ده موضوع داخلي سوداني، لماذا لا تتدخل قادة السودان لحل هذه الأزمة أولا ثم الانصياع الأمور دي. سؤال تاني، هل في دول عظمى بتقوم بتصفية حسابات بينها على أرض السودان؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. حل الدعم السري يعني لو كان بتلك السهولة اللي فعلنا ذلك، وحلم السودانيين في الوقت الحالي هو حل كل القوات الغير وطنية الغير مؤسسة في السودان. أي دولة بيكون فيها جيش واحد تحت قيادة قائد العام وتحت قيادة رئيس حركان موحد. الشاهد في السودان أنه هنالك نتيجة للحروب التي حصلت في السودان هنالك أكثر من جيش وأكثر من جيشين، هنالك جيوش الحركات المسلحة، وأنا كنت واحد من هذه قائد هذه الجيوش لمدة 40 عاما، وهنالك جيوش أخرى. والدعم السريع هو نتائج طبيعي لمحاربة الحركات المسلحة في السودان، وده شيء مشروع في كل القوات في العالم، أنه لو هنالك تمرد في منطقة ما وبيعملوا كاونتر انسيرجنسي جروب لمقاتلة التمرد في مناطق والتمرد، وكان النتيجة لذلك هو خلق إنشاء الدعم السري. لكن إنشاء الدعم السري تعدى الصلاحيات بتاعته إلى صلاحيات أخرى وتلقى ميزات اقتصادية ما بالضروري هي يعني خاضعة للقوانين واللوائح السودانية، فبالتالي نما فوق ما هو المطلوب. لكن في النهاية نحن الحرب حينتهي، وهي حرب حينتهي، وهي حرب بنتهي على طاولة التفاوض. ونحن نتكلم عن التفاوض في السودان، لا نتكلم عن تفاوض بقاء الجيوش أو تقنين الجيوش، نتكلم عن تفاوض يفضي إلى احترام المؤسسات الوطنية ويفضي إلى بناء جيش واحد سوداني موحد يحترم التعدد السوداني. الدول الأجنبية وأي حرب روسيا مثلا هو بدون ما نادي دول باسمها، أي حرب يحصل في أي دولة من الدول لا بد أن يكون هنا عندها أبعاد خارجية، دي يعني لا تقدر تستطيع أن تتفادى ذلك، وهنالك الأطماع هذه الدول ممكن أن تستغلها في أي وقت من الأوقات في أي حرب داخلي في دولة معينة، ده طبيعي في الوضع الراهن. سمعني عبد الله الحاكم نيوز، هنالك تقديرات تشير الى ان الخسائر غدرت بحوالي 15 مليار دولار، وغدا ان شاء الله هيكون في مؤتمر للمانحين، كيف تنظرون وكيف تحولون على هذا المؤتمر لاعمار السودان ولاعمار ما دمرته الحرب التي استمرت 60 يوما؟ لا انا ما عندي فكره في كيفيه معيار التقديرات هذه، لكن ما حصل في السودان من كل النواحي هو يعني شيء كارثي، والمعيار لا يقدر بهذه يقدر بملايين البلايين فيها بشر. لا تنسى انه هنالك بشر ماتوا ولا زالوا يموتون في هذا الحرب، فده ما عنده تقديرات معينه. اما التقديرات الانسانيه للمؤتمر غدا، فنحن كلنا ننظر نشوف ما
ما يتمخض عنه هذا المؤتمر غدا، لأنه الهوجة ضخمة جدا، الهوجة الإنسانية ضخمة في السودان، فكلنا ننظر ماذا سيخرج به المؤتمر. شبكة دوش نيوز الأخبارية. الأوضاع الإنسانية معلومة في السودان، هل تتقربتم مع السيد الرئيس المصري حول أوضاع السودانيين الآن؟ ونعلم بأن هناك إشكاليات واضحة الآن في معاناة ما بين في مسألة الدخول لجمهورية مصر العربية، هل تطرق لقاءكم لهذا الموضوع الذي أصبح الآن يشغل الرأي العام وكثير من الناس سيد النايب الآن موجودين من رعاياكم في الحدود المصرية أقصد العالقي؟ كان هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي في النقاش، اللي هو موضوع العالقين في الحدود في الحدود المصرية. العالقين أول حاجة العدد كبير، وهو في ضغط على الدولة المصرية، وهنالك قضايا أمنية. نحن كلنا بنعرف في الفترة اللي فاتت أنه الباسبورت السوداني كان موجود هنا يزول، بما فيهم ممكن يوصفوا بأنهم إرهابيين. فالدولة المصرية برضه بتخاف على مصالحها وعلى أمنها، فبيحصل عملية بتاع تحقق وتحقيق في المعابر للحفاظ على الأمن. لكن في نقاشنا مع السيد الرئيس وكل الريليفنت انستيتيوشنز بتاعت مصر في هذا، اتفقنا على تسهيل هذه الإجراءات، والسيد الرئيس وعد خير بأنه يتم تسهيل الإجراءات، ووجه كل الجهات الاختصاص في بذلك. وأنا سعيد جدا بأنه كان يعني سريع الاستجابة لهذا الطلب، وأتمنى أنه تزلل هذه الصعاب. هنالك عجزة، وفي ناس حتى في المعسكر قاعدين في إسعافات ويحتاجوا لعلاج عاجل، وفي طلبة يحتاجوا إلى وصول عاجل لأنه هنالك امتحانات في هذه الدولة خصوصا. فركزنا على الموضوع بتاع العالقين. شكرا جزيلا لك دكتور عزيز. موقع الرواية الأولى في الحديث هناك إعلامية متكررة تصلتهم، تحدثت عن الهدن وقلت أنها هدن بلا أرجل وغير مفيدة ولم يكن لها آليات. هناك الآن كثير من التحليلات أن تعلن الهدن حينما يكون هناك إحساس بتقدم للقوات المسلحة، كأنما هناك جهة تريد إبقاء انتصار القوات المسلحة وخلق واقع سياسي جديد، خاصة حديثك برضو عن الصقور وحديثك عن التدخل في السودان وهكذا، هذا تحليل. ما رأيك؟ أيضا لك حديث عارفين عن أن الحرب قد تحولت الآن من تحدي عسكري بعد أن ضربت الجثة الصلبة للميليشيا المتمردة، وتحولت الآن إلى تحدي أمني بوجود الميليشيا المتمردة في المستشفيات وفي بيوت الناس. هناك حديث عن لماذا لم تعلن حتى الآن حالة التعبئة العامة والاستنفار، لأنه هذا التحدي الأمني يجب أن يشارك فيه كل الشعب وكل القادرين على حمل السلاح تحت قيادة القوات المسلحة. شكرا. أخي الكريم، أنا قبلت هذا المنصب لأسباب كثيرة، لكن أهم الأسباب إنهاء الحرب في السودان، وسعيد لإنهاء الحرب، واللي سعيد لعدم إشعال الفتنة في السودان. وأنا برع بأنه هنالك نعم حرب، وهذه الحرب لها مآلاتها، لكن الحرب تقوم به القوات المسلحة السودانية، ولا أرى جدوى لاستنفار الشعب السوداني للدخول في الحرب، لأنها تنتقل إلى حرب أهلية، والشعب السوداني محتاج لسلام ما محتاج للحرب. فنترك هذا الأمر الشأن للقوات المسلحة السودانية، تحسيمها بالطريقة التكتيكية والاستراتيجية التي تستطيع أن تعمل بها ذلك، ونتمنى ونشتغل كلنا نعمل بأن السودان يكون في أمن، ونعمل لإنهاء الحرب في السودان. ده واجب كل السودانيين، سواء كانوا سياسيين، سواء كانوا عسكريين، سواء كانوا مدنيين، أي زول له يعني مهمة عاجلة في إنهاء الحرب في السودان.
في هنالك خيارات كثيرة، لكن الخيار المطلوب حسي من كل السودانيين هو إنهاء الحرب وإعادة الدولة السودانية إلى السلام، ومحاولة بناء ما تدمر من السودان هو كثير. يعني أنا ما أعرف جيد من الخرطوم 200، لكن الخرطوم الذي تعرفه لم يكن نفس الخرطوم الذي تعرفه. الهدن بتنقص الآليات، يعني أنت بتعمل هدنة مثلا ما حصل في جدة دي المرة الخامسة، لكن الهدن دي بتنقص كيفية تنفس. أنت بتتكلم عن أنه إخلاء القوات المسلحة القوات الدعم السريع من المستشفيات ومن المساكن، إلى أين؟ أنت ما حددت إلى أين وكيف؟ أنت لم تحدد كيف تأمينة. أنت لما تحدد لما أنت فأنت لم تحدد، إذا لم تحدد هذه ومناطق الإيواء إذا لم تحدد فأنت بتلقى صعوبة في تنفيذ هذه الهدن. ونتمنى أنه مستقبلا إذا كانت هنالك مبادرة جادة وتقدر تأخذ في الاعتبار هذه الاعتبارات الأمنية فالهدنة بتنجح. ستي سؤالك مشحون كثيرا وليس سؤال، دي أسئلة، مجموعة من الأسئلة بحاول أجاوب عليها باختصار شديد جدا. أولا المبادرات، هل هي نحن السودانيين بيحترموا كل المبادرات، ونحن يعني شفنا كل هذه المبادرات واطلعنا على كل المبادرات، ورأينا كالآتي أنه أي مبادرة لا بد أن تحترم سيادة السودان وتحترم المؤسسات السودانية وتحترم الدولة السودانية. هذه القضية قضية سودانية، ومن يريد أن يعالجها لا بد أن يأخذ في الاعتبار آراء الشعب السوداني عبر القنوات بتاعته. طيب أي مبادرة لا تحترم سيادة الدولة السودانية، وأي مبادرة لا تحترم المؤسسات السودانية الوطنية، فهي مبادرة مرفوضة بالنسبة لنا. أي مبادرة تتحدث عن دخول قوات أجنبية داخل السودان فيعتبر هذه المبادرة مبادرة احتلالية للدولة السودانية وعدم احترام السيادة السودانية بدون تسمية هذه المبادرات. أنت صحفية، أمشي أبحثي عن أي مبادرة تتكلم عن أن التدخل العسكري في السودان. الشقة الثانية هي أسئلتك كثيرة، هي الهدنة. نحن برضو أنا جاوبت على هذا السؤال أنه نحن برضو بنحترم الهدن اللي حصلت في أكثر من 5 مرات هي بتنقص آليات التنفيذ، وأنا ذكرت آليات التنفيذ وكيفية يتم ذلك. نحن في السودان عندنا رؤية في كيفية تنفيذ الهدنة اللي هي هو الآليات اللي بتتبع اللي هي الآليات الأمنية وآليات التأمين
وتأمين المناطق دي ما موجودة. إذا وجدت واتفق عليها الطرفان فستكون الهدنة فعالة وفاعلة. بالنسبة للحرب في دارفور هو يعني حرب كارثية في دارفور. نفس الحرب الحاصل في الخرطوم هي أصعب منها الحرب الحاصل في دارفور، لأن الحرب الحاصل في دارفور لها فترة طويلة، يعني من 2003 إلى يومنا هذا هذه الحروبات في دارفور on and off، وهي تحصل مرات بتأخذ الطابع الإثني ومرات بتأخذ طوابع الطابع الأهلي، لكن هي حرب مستمرة لفترة طويلة. وعدد القتلى اليوم في دارفور أكثر بكثير من ما يحدث في الخرطوم. الخرطوم موجه عليها الإعلام، دارفور مقطوع من الإعلام. أما بالنسبة لقوات الحركات المسلحة، إذا الحركات المسلحة حاولت تضغط الحرب في أي من الأطراف النزاع فهي حتكون حرب أهلية وحرب دمار وحرب قاتلة وحرب إبادة. فأنا يعني بحترم الوضع بتاع الحركات، حركات الكفاح المسلح، وأنا بناشد كل الرفاق في الكفاح المسلح بأنه يعملوا لإنهاء الحرب وليس لإشعال الحرب. فده بديهي جدا وحاجة يعني بيكون في مصلحة السودان. وهل عندهم الخيارين، خيار لتدمير السودان بدخولهم للحروبات أو للحرب أو مع أي مجموعة أخرى سواء كانت مجموعة أهلية أو مجموعة إثنية، والخيار الثاني هو الحفاظ على الدولة السودانية بمآلاتها وب الشيء الكويس والبطال فيه. فأنا بحترم موقفهم وبحترم موقفهم. بالنسبة لحاكم دارفور هو موجود في دارفور في الوقت الحالي وبيحاول بقدر الإمكان يحافظ على الأمن، لكن هنالك سيولة أمنية في كل السودان في كل المناطق بتاعة القتال في السودان، هو بيحاول بقدر ما يستطيع أنه يعني يساهم في عدم انتشار الحرب لمناطق أخرى. الدولة الكينية هي جزء من المبادرة الرباعية، جزء من مبادرة الإيجاد. هي كانت مبادرة ثلاثية، هي مكون من جيبوتي جنوب السودان وكينيا. الحكومة السودانية الدولة السودانية عندها بعض التحفظات من الدولة الكينية بأنها بتعتبر أنها هي غير محايدة. فإذا هنالك شخص أنت بتعتبره وأنت طرف في النزاع أنه غير محايد، بالطبيعي أن لا تقبل الجلوس تحت قيادته. طيب يا ريت يكون سؤال واحد عشان نقدر نوزع الفرصة عند الزمن. عايز اسال حضرتك اولا عن يعني استكمالا لنقطه المبادرات لحضرتك، المبادرات الدوليه. طيب هل هناك بديل في الداخل السوداني لانهاء الازمه السودانيه والحرب في السودان؟ النقطه الثانيه، ما هو القول الفصل في لقاء السيد فريق اول عبد الفتاح البرهان بحمدتي قائد قوات الدعم السريع؟ هل هناك امكانيه لذلك ام لا؟ النقطة الثالثة، معلش. إلى أي يعني سيوقتي هذا اللقاء إذا تم؟ بالنسبة للمبادرات يفضل أن تكون هنالك مبادرة واحدة لحل قضية السودان. وكثرة المبادرات بتعمق القضية السودانية وبيفتح باب على مصراعيه لتدخلات أخرى، وليست فقط أنها تحت ستار الإنساني، هنالك صقور على الـ على الـ على الـ على على متحلق حول السودان تحت ستار القضية الإنسانية أنها تدخل للسودان. فنحن بنحذر واحد منا وبرضو بنحترس من هذه الظاهرة. فنحن مع توحيد هذه المبادرات وتكلمنا كثيرا ومرارا في أنه لا بد أن تكون هنالك مبادرة واحدة. القضية الثانية هي قضية لقاء الفريق أول البرهان مع الفريق حميتي في اجتماع الإيجاد. كانوا هنالك مجموعة من المقترحات، فهذه المجموعة من المقترحات السودان أبدأ تحفظاته لهذه المقترحات واستعوضنا عنها بأنه لقاء الطرفين، لقاء الطرفين لمناقشة ثلاثة قضايا والاتفاق عليها مبدئيا. القضية الأولى هو قضية إيقاف الحرب، والقضية الثانية هي قضية الإنسانية العملية الإنسانية، والقضية الثالثة هي قضية العملية السياسية.
إذا اتفقوا على الخطوط العريضة مبدئياً في هذه القضايا فتترك لأتيام الجانبين للحوار عليها والوصول لاتفاق حولها. آخر سؤال عشان نقطة السيد النائب. تفضل السادة. لم نتطرق إلى أي مبادرة مصرية قطرية لكن نرحب بمساهمة مصر في معالجة المشكلة السودانية، لأنه المشكلة السودانية في المقام الأول بتأثر السودان، ثانيا بتأثر للدولة المصرية. وهي أمامك هسي المعاناة اللي بيحصل هنا والعدد الكبير الذي يدخل هنا والمحددات الأمنية التي تصاحب ذلك. فنحن ما نتحدث، لكن نرحب بمساهمة مصر ونرحب بوجود الدولة المصرية في أي مبادرة وما عندهم المقدرة أنه يشاركوا فيها، ونرحب بهم لأنه هو دولة دي الدولة الأكثر تأثيرا في حرب حرب السودان. بالنسبة للقتال ليس هنالك لا تستطيع أن تضع سقف للقتال، من السهل جدا أنك تبتدي القتال، لكن من الصعب أنك تدير القتال ومن الصعب أنك تنهي القتال، لأن هنالك أوامر أخرى لا تراها تظهر في أثناء القتال، إدارة القتال وفي أثناء إنهاء القتال. الطرف الثالث، الكلام السؤال الثالث، الدعم العسكري. إذا لم نعمل تعبئة كاملة للشعب السوداني فلا نسعى للدعم من أي شخص آخر كان صديقا. لقاء في الجامعة العربية غدا، هل في أفكار محددة أطلبه من خلالها دعم الجامعة العربية لها؟ نحن بنطلب دعم اي جهه معينه او اي مؤسسه للسلام في السودان. لا، هتطرح شيء محدد في خلال زياره حضرتك للجامعه العربيه غدا؟ هل في طرح محدد؟ لا اطرح طرح محدد، لكن عندنا خارطه الطريق السودانيه اللي نحن بنعتبرها ان هي ممكن تعالج القضيه السودانيه، فهنطرح خارطه الطريق السودانيه لحل القضيه السودانيه. شكرا جزيلا. بالنسبه لفضيله السيد النائب، نحن ننهي المحاضره. جزء واحد من هذا الدواء خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حبيب تفضل. من وكالة السودان للأنباء وموقع مجلة البلد السودانية، سيد نائب الرئيس مجلس السيادة، حتى جولة في عدة دول أفريقية ويتضح جليا أن الأزمة في السودان تفاقمت بشكل كبير. ما حدث في مدينة الجنينة وعملية التهجير الكبيرة التي واجهها السكان كانت عملية آخر في مسألة الجانب الإنساني، فإلى أي مدى هذه الجولة في الدول الأفريقية تستطيع أن نعتمد عليها في تقليل الحرب أو إيقافها وتقديم المساعدات الفعلية للسودان؟ سؤال آخر، هنالك اتهامات أن منبر جدة هذا لا يضيف للقضية السودانية خير هذه الهدن، والمعاناة في الخرطوم تتفاقم يوما بعد آخر، وهل تتوقعون دور مصري أكبر في هذه حل الأزمة في السودان؟ نحن نبحث عن حل المشكلة السودانية داخل السودان أولا، ونبحث عن أنها دول جوار السودان، ونبحث عنها في المحيط الإفريقي، ونبحث عنها في محيطات أخرى. لا نتوقع كثير من المجتمع الدولي في هذا، لكن نتوقع منهم إذا هنالك حسن نوايا أن يساهموا في القضية الإنسانية. ومساهمتهم في القضية الإنسانية في هذا الوقت بالذات فيه صعوبة لسيولة الموقف الأمني لإيصال هذه المساعدات للناس المحتاجين. بالنسبة لدارفور وبالذات في الجنينة، الوضع أنا ذكرته قبلك أنه وضع كارثي، والنزوح بأعداد كبيرة جدا إلى دولة شاد. هي دولة شاد ذاتها هي عندها شح في الإمكانيات، لكن هي برضو قادرة أن يعني تستوعب عدد السودانيين اللي داخلين عليه. فهنالك حوجة لتوصيل المساعدات في دارفور. أنا تطرقت لهذا مع الجهات المعنية في مصر،
بتاع انه هل امكانيات المساعدات الانسانيه عبر الدوله الشاديه من مصر الى عبر الدوله، فهم بيدرسوا في هذا الطلب وان شاء الله نلقى اجابه منهم، لانه المطار الوحيد الموجود قريب هو مطار ابشي، لكن يحتاج الى تنسيق مع الدوله الشاديه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، تابعنا على مدى الساعة مؤتمرين صحفيين مهمين جدا. الأول كان للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، واستحوذ الملف السوداني على جزء كبير من المؤتمر الصحفي الأول. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع مصر للوقوف على الأزمة السودانية والمساعدة في حل مشكلة النازحين السودانيين وربما استقبال بعض اللاجئين السودانيين في دول الاتحاد الأوروبي. أما المؤتمر الصحفي الأخير فكان للسيد ملك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في زيارته الحالية والمهمة لمصر، وكنا انفردنا في القاهرة الإخبارية بإجراء لقاء مع السيد ملك عقار قبل بداية المؤتمر الصحفي. سأسرد عليكم أبرز النقاط التي أكد عليها في المؤتمر الصحفي. بداية، أن المحادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت تتركز في وجود نحو نصف مليون عالق على الحدود المصرية السودانية، والرئيس السيسي كان سريع الاستجابة ووعد بحل مشكلة العالقين، و كل المؤسسات المعنية بهذا الأمر ستقوم بحل المشكلة. أيضا في سؤال لإحدى الصحفيات عن مسألة حل الدعم السريع، قال إن هذا الأمر ليس بالسهولة، وطبعا دعا إلى وجود جيش موحد وقيادة موحدة. قال أيضا إنهم يرفضون دخول قوات دولية على الأراضي السودانية، وأن أي مبادرة يجب أن تحترم سيادة الدولة السودانية والمؤسسات الوطنية. أيضا أشار إلى وجود أزمة ضخمة في دارفور، وأن بها أعداد قتلى يفوق أعداد القتلى في الخرطوم لكنها بعيدة عن الإعلام. هذا بإيجاز مشاهدينا ما جاء في المؤتمر الصحفي. طبعا دائما لمزيد من الأخبار كونوا معنا على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. ستستمر التغطية من خلال نشرتنا الإخبارية بعد لحظات، ابقوا معنا.